المشكل عندنا وما جاوش الشريف يهدمونا. كيقولوا لك خرج للزنقة، حنا ماشي غنخرجوا للزنقة نشردوا ولادنا، حيتاش انا 12 خلق دابا، 12 خلق كيقول لك يخرج غير يخرج للزنقة، ما حنا ما عندنا لا تعويض حتى حاجة، حنا طالبين منهم يعطيونا التعويض، ما كنطلبوا منهم حتى حاجة، حنايا طالبين منهم يعوضونا ويعطيونا فين يسكنوا ولادنا. كيقولوا هذه الارض المخزن يجيو يعملوا لي غير الزينه للدار ديالي، يعطيوا لي الزينه للدار ديالي، حيتاش انا خاسره رزقي، انا خاسره رزقي. 24 مليون هذه درتها غير من فوقي، بالفراش ديالي، بكلشي ديالي، تكرفصت وعملت لولادي باش يدرقوا. دابا كيقول لك تشرد للزنقه. الوالد ديالي ها هو، يلا دخلوا تشوفوا الوالد، دخلوا البارحه، دخل اخر تما شافوا الرئيس بيدو، شافوا الرئيس بيدو. شحال من عام شوفوا بنتي نفسها و 29 عام 29 وحنا شاريين 27 سنة عندي هذه مترخة، 27 سنة وأنا ساكنة في الأرض هذه. دخلت لها الدار ما كان فيها حتى حاجة، دخلت كانوا كينعسوا فيها الشماكرية، حنا شريناها، شريناها بالكونتراتا ديالها وكلشي ديالها وبايعوها الناس البلاد، هو اللي باع وجا. حنا جبرناها بنية معدلة، دخلنا مني دخلت أنا جبرت الدار غاتطيح، بنيتها وعاودتها كاملة، عاودتها كاملة على عينهم كاملين، السلطة كاملة في كلشي على عينها، كلشي على عينها. عملت أنا مستحيل باش وصلت أنا هادشي، ولادي مكرفصين، تكرفصوا حتى ما قالوا مغارض. أنا كنت كنخدم في الديوانة، كنت اللي كنجيبوا السيما واللاجور والحديد باش عدلت الدار لولادي باش يدرقوا. اللهم هذا المكار، دابا كيقول لك خرج مشي للزنقة، حنا ما غنخرجوا للزنقة. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يطيحوا عليا الدار، والدار ديالي ما غنخويهاش، ما غنخرجش منها، ما عنديش فين نمشي، ما عنديش فين نمشي. 27 سنة من اللي رحت من الريف، جيت لهنايا، الديار اللي في الريف طاحوا كاملين، خذهم كاملين، كل واحد فين مشى، فين كنشد الطريق، ما بقاني حتى حاجة أنا اللي غنمشي لي. لا دابا يعوضونا، يعطيونا التعويضات ديالنا نخرجوا، ما عطاونيش التعويضات، يطيحوا عليا الدار أنا وولادي، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والله يسر سيدنا يعمل لنا شي حل. المشكله اللي عندنا الدار ديالي اللي هذه 29 عام باش خديتها، شريتها وكنجي لها في العطله ديالي، ملي كنجي للبلاد كنجي للدار ديالي، عندي واحد السقف كيئويني في بلادي، من حقي ملي نجي من بلد المهجر نجي للدويره ديالي نرتاح فيها، كتكون عندي داري اللي كتئويني كمواطنه مغربيه اللي كتحب المغرب وكتعتز بمغربيتها. كنعتز بكوني مغربيه وما كنبغي حتى شي حاجه، ولكن دابا كنحشم نقول انا مغربيه، ونحشم نقول للاجانب انني الدار ديالي هرسوها لي سيبوها لي، لان ما عندها حتى شي منطق، ما كاينش شي منطق اللي كيبرر هاد هاد هاد, هاد, هاد الاساءه كنسميها انا، هذه اساءه كارثيه، ما يمكنش لا انا ولا الجيران مساكن، ناس مساكن، ناس عندهم العيال، الناس شردوهم، الناس غادي يخرجوهم، تجي انت تقول لنا 48 ساعة انا غادي نجي نطيح، هادي لا يعقل في شي في شي في شي ارض من ارض من الدنيا، ما يمكنش يكون هاد الشيء في 2024، شي واحد يقول لك 24 عندك 48 ساعة اجي، واخا يكونوا عندك الفلوس موجودين ما تجبرش في 48 ساعة فين ترحل، ما تقدر ترحل، ما تقدر تشري، ما تقدر تكري. عاسك ما عندك والو، ما عوالش يجي يقول لك 48 ساعه الدار ديالك غاديه تمشي. ايوا هذا انا استنكر بالشده، استنكر بالشده، وكنقول يا وطنه، يا وطنه، يا وطنه، المسؤولين حسوا بالمواطنين، المسؤولين خليوا كرامتنا من الصيود شويه، ما تهينوناش كثر بزاف. مريضة محطمة، تحطمت مزيان، عمري ما تحطمت لا في بلادي ولا في بلد المهجر، عمري شي واحد ما سالي بهذا الدار، حسيت براسي بإهانة كبيرة، تحطمت كأنني لا شيء في بلادي، مازالو كنوقع لي برا كنقول الراسيزم والعنصرية وكذا كذا، توقع لي في بلادي، في داري، في بلادي. وكنكسر بلادك ودارك، يجي يقول لك لا خرج غادي نسي غادي نطيحوها. انا دابا ما جيتش، انا كنت تما، عيطوا لي قالوا لي توريا راه الدار ديالك غطيح، نزل لي الخبر بحال الصاعقه، نتلفت
تشوكيت ما بقيتش عارفه شنو نعمل. الطياره اللي جبرتها الاولى خرجت فيها وجيت حتى لاسبانيا ومن تما جيت في الكار ومن اسبانيا عاوتاني جيت في الطاكسي وانا كنجري النهار كله من 4 الصباح حتى 7 ونص الليل عاد وصلت هنايا. كنجبر الناس بداو يطيحوا المنبر قدامي يطيحوها يعني زعما ما عندي ما نقول لك هادشي ما يخصو. رسالة للمسؤولين افيقوا شويه بالناس افيقوا بالمواطنين كونوا مواطنين حتى نتوما الا كنتوا مسؤولين. هذوك الناس اللي كطيحوهم دابا هما اللي صوتوا عليكم هما اللي طلعوكم هما اللي كيامنوا بكم. حنا ما خصنا والو خصنا غير التعويضات يعطيونا التعويضات لوليداتنا لوليداتنا. حنا ما هربينش من القانون ما كنهربوش كنهربوش من القانون ولكن يدير عطيونا يعطيونا التعويض فين غنديروا وليداتنا عليه السلام. وكيقولوا لنا حنا كنهضروا معاهم كيقولوا لك ما كتجي مع تهضر مع شي واحد كيقول لك ما تهضرش معايا ما نهضرش شكون معاك. حنا كنعرفوا الملك عاش الملك وراء جلاله الملك محمد السادس مجندين على حبات رمله من أن سنموت الى يوم القيامه على شبر غادي نموتوا. ما خصنا والو بهذه الدنيا هاني. حنا عشنا 56 سنه في عمري واش غادي نوض نخدم؟ عطيولي عاد عطيولي شي حاجه غادي نخدم من هنا فوق ها؟ انا عطيولي يديروا معنا الحل حنا من غدار دايرين معهم اي حل بالطريقه بالرئيس. كيقولوا هما لا حنا ما خارجينش بصافي هانئين والصلاه على النبي وعاش الملك.